السلام عليكم. ستظل تعيش حالة شد وجذب بين جسدك وروحك في هذه الحياة، فجسدك يفضل النزول إلى الأرض والاستمتاع بكل لذاتها لأنه خلق منها، وروحك تريد أن تسمو وتعلو إلى مركزها، وكل منهما له غذاؤه من منبعه، فالجسد يحتاج إلى الأكل والشرب والنوم ليعيش، والروح تريد ما نزل من السماء من ذكر وقرآن وإيمان لكي تعيش وتطمئن وترتاح وتسعد. شعورك بالجوع والعطش والتعب إشارات لحاجة غذاء جسدك، وشعورك بالضيق والهم والملل دليل لحاجة غذاء روحك. وهنا ندرك خطأنا أحيانا، حين نشعر بالضيق والحزن نخرج إلى نزهة أو مطعم فاخر أو جولة سياحية أو غير ذلك، ومع ذلك نجد أنه لم يتغير شيء، فالضيق باق كما هو والحزن ما زال على حاله. عفوا، أنت بهذا تلبي حاجات جسدك، بينما التي تحتاجه هي روحك. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال لتفهم أشياء كثيرة. إذن أعد الاستماع إلى نفسك، فقد أخطأت فهمها. قلبك إذا عطش فلا تسقه إلا بالقرآن، وإذا استوحش فلا تشغله إلا بالرحمن، فكل شيء في هذه الدنيا إما أن تتركه أو يتركك إلا الله سبحانه وتعالى. إن أقبلت عليه أغناك، وإن استجرت به حماك، وإن توكلت عليه كفاك. فليكن قلبك كصدفة لا تحمل سوى لؤلؤة واحدة، هي حب الله وحده. أكثر من التفكر والتفكير في قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي، لتعلموا أن الحياة الحقيقية ليست هنا في الدنيا، فهناك حياة أبدية ونحن في الطريق إليها شئنا أم أبينا، فماذا أعددنا لها؟ ولنتذكر أن ما عند الله خير وأبقى. يا الله.